يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عق والديه أو زنى ثم تاب، فهل يلحقه العقاب الدنيوي المترتب على ذلك بأن يعقه أبناؤه أو يزنى بأهله أو ما يلحقه العار بسببه؟ من تاب تاب الله عليه، من تاب توبة صادقة تاب الله عليه، لكن حق المخلوق، حق الوالد وحق المخلوق لا تكفي التوبة بينك وبين الله فقط، لا بد من استباحته، طلب مسامحته، لا بد من هذا. أما المعصية التي بينك وبين الله فتكفي التوبة الصادقة بينك وبين الله. نعم.